بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل انتهت أسرار الفاتحة؟ الحقيقة اليوم سنودعها إلى محطات أخرى من رحلة الصلاة التي والله نود ألا تنتهي. صراط الذين أنعمت عليهم، اليوم صراط الذين أنعمت عليهم، سبحان الله، جعلك الله عز وجل من تتسلى بذكرهم. اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فتسليت بذكر هؤلاء خفف عنك وحشة الطريق، فإن الإنسان إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم لا بد أن يؤذى، فمن لم يهتدي إلى الصراط المستقيم. لذلك لما قال الله تعالى وتواصوا بالحق، بعدها على طول قال وتواصوا بالصبر. كل من تواصى بالحق لا بد أن يؤذى، فلذلك الله عز وجل قال وتواصوا بالصبر. فعلم الله أنك تحتاج إلى من يعينك على الهداية، على من يعينك على الحق، وأنك تحتاج أن تستأنس بهم، فتذكرك الله بمن أنعم الله عليهم. فتذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تذكر إبراهيم عليه السلام، تذكر عيسى وأيوب ويوسف عليهم السلام، وتذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت الطاهرين والأزواج أمهات المؤمنين، تذكر العشر المبشرين بالجنة والتابعين. يعني هؤلاء كلهم يخطرون ببالك وأنت تتسلى بسيرهم، طبعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلو قلبك وتهدأ نفسك، يسلو قلبك عمن استهزأ بك بسبب تدينك وبسبب دينك وبسبب صلاتك. تستأنسين أختي ممن شمت بحجابك، ويسليك أخي عن الظالم الذي تسلط عليك في عملك أو من حولك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلى بذكر الأنبياء، ولذلك تجد أن الله عز وجل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع قصص الأنبياء، يذكرها إلى أن تسلو نفسه، كما قال تعالى فبهداه مقتده، أنت أيضا الذين أنعم الله عليهم بهداه مقتده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ولا يفعلونه، يعرفنا هذا حق يعرفنا لكن لا يفعله، والضالون هم الذين يعملون ولكن المشكلة بلا علم. ولن يضل ضال إلا بأحد هذين الأمرين أو باجتماعهم، الإنسان إما أن يعلم الحق وإما أن لا يعلمه، فإن علمه فإما أن يعمل به أو أن لا يعمل. فتجد الإنسان لا يخرج عن هذا الضلال، فإذا ابتعد عنك ذاك الضلال ما بقي إلا أن ينعم الله عليك. نضرب مثال، شخص يعلم وجوب الصلاة ويعرف كيف يطبق لكنه ما يصلي، هذا باء بغضب من الله. آخر يصلي فهو يفعل ولكنه يقع في أخطاء تبطل الصلاة، هذا ضل عن الهدى. ولهذا سوف تجدنا في هذا البرنامج نأخذ جانبين، جانب العملي الظاهر وجانب الباطن من الخشوع، فنتعلم ظاهر الصلاة وباطنها فتكمل صلاتك. وعلى هذا فالناس إما يعملون ولا يعلمون وإما يعلمون ولا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فإذا قلت غير المغضوب عليهم والضالين دخل فيها هؤلاء، لأنهم في الغالب اليهود يعلمون ولا يعملون، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأما النوع الآخر نصارى فإنهم يعملون ولكن لا يعلمون في الغالب. لكن سؤال، في الآيات ماذا أضاف الله عز وجل النعمة إليه؟ فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وما قال صراط الذين أنعم عليهم. بالمقابل قال غير المغضوب عليهم، وما قال غير الذين غضبت عليهم، كما في النعمة، النعمة أنعمت، بالغضب مغضوب عليهم، ما قال الذين غضبت عليهم. لماذا هنا بهذه الصيغة وهنا بهذه الصيغة؟ النعمة هي الخير والفضل، أما الغضب فهو من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب أم الغضب يغلب؟
الرحمة، سبقت رحمته غضبه سبحانه، فأضاف إلى نفسه أكمل الصفتين، صفة الرحمة، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وجعل هؤلاء مغضوب عليهم، ما أضافهم إليه، ما قال غضبت عليهم، لا. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المتسبب في حصول هذه النعمة. صراط الذين أنعمت عليهم، ما في أحد أنعم عليك إلا الله، لا ملك لا نبي لا ولي لا قريب لا بعيد، الله هو الوحيد الذي أنعم عليك ولا شيء غيره. أما لما ذكر المغضوب عليهم ما قال الذين غضبت عليهم، لماذا؟ يعني ليس فقط الله عز وجل الذي غضب عليهم، إذا غضب الله عز وجل كل يغضب بغضبه. وأما النعمة فما بكم من نعمة، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، فإذا غضب هو فليس هو وحده الذي يغضب، بل ملائكته يغضبون على من غضب الله عليه، وأنبياؤه يغضبون، ورسله وأولياؤه وأحبابه يغضبون لغضبه سبحانه، فالكل يغضب لغضبه سبحانه. ثم لاحظ معي جماليات جميلة في الفاتحة. الدعاء ما هو مقدمته؟ مقدمته ثناء. فالإنسان إذا دعا ربه استحب له تأدبا أن يبدأ أولا بالثناء على الله تعالى، ثم سؤال حاجته، يعني اثني على الله عز وجل بما هو أهله واحمده، ثم بعد ذلك ادعو بما شئت. لاحظ كيف أن الفاتحة بدأت بالتمجيد والثناء عندما قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، لاحظ الرحمن الرحيم أثنى على عبدي مالك مجدني عبدي، ثم بعد ذلك دخلنا بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فناسق ذاك جدا. آخر كلمة تقولها آمين، آمين لها طعمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين تعني اللهم استجب، فأنت تقول آمين في الأرض اللهم استجب، وملائكة تقول آمين في السماء، إذا توافقت أنت مع ملك الملائكة الذنوب كلها تذهب، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قلتها قلها وأنت تستشعر حاجتها، لا يراك الله عز وجل تقولها وأنت مستغن غير مهتم، إن استجاب الله عز وجل لك وإلا لم يستجب، لا لا مهمة مهمة آمين، والله ليست بالهينة، هذا الصراط المستقيم، هذا اهدنا الصراط المستقيم، بعد تقول آمين أمر عظيم يوم القيامة. لابد أن تظهر الله حاجتك، واعلم أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تشفع في قراءة القرآن، لكن سؤال، لماذا قراءة القرآن في القيام؟ لماذا تكون في السجود أو الركوع؟ أبدا الركوع والسجود لا تقرأ فيه القرآن، قال صلى الله عليه وآله وسلم وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول ابن القيم في شفاء العليل ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، شرع في أشرف أحوال الإنسان أن يقرأ. ما هي أشرف أحوال الإنسان؟ القيام فيها انتصاب، هذه أشرف أحواله. ولما كان القرآن هو أشرف ذكر والقيام هي أشرف هيئة، جعل القرآن الذي هو أشرف ذكر في أشرف هيئة. تعليل جميل، كل شيء في الصلاة له طعمه الخاص، بعضهم يستمع القرآن ولا يحس بشيء تجاهه، كما أنه لا يحس بأي مشاعر تجاه الصحيفة أو المجلة فكذلك نفس الشيء، لا ما يصلح. يقول ابن الجوزي والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكر وتدبر، والله تصدع قلبه من خشية الله وتحير من عظمته سبحانه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويأمر سبحانه يقول ورتل القرآن ترتيلا. انظروا ماذا كان يفعل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنه وأرضاها قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية من القرآن ليلة، ليلة كاملة آية يرددها عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وهكذا طوال الليل. تعلمون
ليست المسألة مسألة كمية القراءة، قرأت كثيرا، لكن كيفية القراءة. وردد سعيد بن جبير في رمضان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقرأها عليهم وهو يرددها يعيدها 24 مرة. مسروق يقرأ سورة الرعد ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. وقال صالح بن كيسان: كنت جارا لابن عباس وكان يتهجد فيقرأ الآية ثم يسكت، ثم يقرأ ثم يسكت. قيل: لأي شيء؟ قيل: قال لأجل التأويل، يتفكر فيه، يقرأ آية ثم يسكت تفكر. قال ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه ربه، أحضر حضورا تاما كأن الله يخاطبك به. وهذا هو مفتاح السحر اللي تكلمنا عنه في السابق. كلم ربك، خاطبه. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: أعطانا قاعدة فيها نستطيع حتى وإن لم نقرأ التفسير أننا إذا سمعنا الآيات نعرف ماذا نشعر. يقول ابن القيم: فتجذب قلبك وروحك آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف يعني بها الله عز وجل لعباده، يعرف الله عز وجل نفسه لعباده وإنعامه وإحسانه إليهم. فإذا مرت بآية فيها أسماء وصفات وتتكلم عن الذات الإلهية أو عن إنعام الله عز وجل عليك، فأنت تشعر بالحب. الشعور الأول الحب عند هذه آيات الصفات والإحسان. طيب، ثم تشعر شعور طيب القلب والراحة والفرح عند الرحمة وآيات المغفرة فيطيب قلبك. شعور ثاني شعور السعادة والراحة. الشعور الثالث آيات اللي فيها الخوف والعدل والانتقام وعقوبات الأمم السابقة، هنا تحس بالخوف والقلق وتشعر بقوة شديدة إلى الانجذاب إلى القرآن لا يشرد قلبك، فتعيش بين الحب والخوف والرجاء. يقول القيم: فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تسمع آيات الإنعام وصفات الجلال والكمال ينشرح الصدر بالمحبة، لعل الله أن يحبك. عندما تسمع ذكر لأهل الجنة فانتبه وافرح، لعلك أن تكون منهم. وإذا سمعت ذكر أهل النار فانتبه وتعوذ وخف، نخشى أن نكون منهم. نسأل الله يعافينا وإياكم. أحيانا تجد الإمام وصل إلى الجنة والنار والمصلي يفكر بالطعام والشراب. إخواني، القرآن أعظم ما تتصور، وقد أنزله الله عز وجل علينا، لو أنزله على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إخواني، نحن نصلي في الأرض والله يرانا من فوق سابع سمائه، ويجب أن نكون بأحسن حال أمام ربنا، يجب أن نركع ركوعا جميلا ونسجد سجودا جميلا، لأن الله تعالى يرانا وهو سبحانه جميل يحب الجمال. وأجمل ركوع في هذه الدنيا هو ركوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا البرنامج لا نريد فقط جمال الباطن من الخشوع واللذة في الصلاة فقط، بل نريد جمال الباطن وجمال الظاهر. أولا، لا تنزل يديك مبكرا، بل انتظر إلى الموضع الذي يكون فيه التكبير ورفع اليد، ثم بعد ذلك انزل يديك من صدرك. يعني بعض الناس الآن هو في وسط القراءة، لما أحس أن ركعة اقتربت فإنه ماذا يصنع؟ ينزل يديه ويبقى هكذا ثواني إلى أن ينتهي من القراءة، ثم بعد ذلك يركع. لا، أبقى هكذا إلى أن يحين موضع الركوع. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه. سكت سكتة يعني كان يقول الإنسان في قراءته: من الجنة والناس، الله أكبر، ثم يركع. لاحظ، سكتة خفيفة، ولا تكون هكذا: من الجنة والناس، الله أكبر، اسكت سكتة. يقول أهل العلم: بما يرجع فيه النفس، فيبقى هكذا ثم يقول: الله أكبر.
مقولة الله أكبر تكون في الطريق إلى الركوع، يعني تكبر وأنت في طريقك. سوف أقول وأؤدي الطريق الصحيحة ثم أؤدي الطرق الغير صحيحة، الصحيحة هي هذه، الله أكبر ثم يركع ويبقى هكذا. أما التكبير إذا كان قبل كان يكون هكذا الله أكبر ثم يركع، لا، ولا يكون أيضا التكبير بعد الأداء كان يكون هكذا الله أكبر أبدا، بل يجعل التكبير في طريقه إلى الركن الآتي. والتكبيرات مثل التنبيه الذي جعل بين الصلوات لكي تنتبه، يجب يعني أن تشعر نفسك بالانتباه فتنتبه من سرحان أو شرط ذهن، فيجعل الله عز وجل لك في كل مكان تكبير، تقول الله أكبر فتستيقظ، الله أكبر من السرحان الذي عندك، الله أكبر من التفكير الذي عندك. وأما رفع اليد فأنت مخير بالرفع كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام، إما أن ترفعها إلى المنكبين هكذا بهذه الصورة، وإما أن ترفعها إلى فروع الأذنين، فإما أن تقول الله أكبر أو الله هكذا. فسوف نركع الآن الركوع ثم أبين لكم بقية الصفات الواردة. الله أكبر. لاحظوا إخواني أن اليد تكون على الركبة كما هو مشاهد الآن بهذه الصورة، اليد على الركبة والأصابع مفروشة على الركبة، وتسترخي المفاصل لأنه كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين الأصابع، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. بعض الناس يضع الأصابع عند أطراف الركبة بهذه الصورة، وهذا خطأ، بل الأصل أن تكون اليد على الركبة، وهذا أدعى إلى حصول الظهر على وضعه الصحيح الذي سوف نذكره بعد قليل. أمكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، يعني لا يكون مسألة سريعة بل ابقى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجافي مرفقيه عن جنبيه، لا تلتصق هكذا، كان يلصق الإنسان المرفق فيجعله ملتصقا بجسده، بل يفرج بينه فيجعل مسافة، يجعل مسافة بين المرفق وبين الجسد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه ماء لاستقر صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون الظهر على مستوى واحد بحيث حتى لو صب الماء عليه لم يسقط عن اليمين وعن الشمال، فسوف يكون الركوع بهذه الصورة. أرأيتم استواء بهذه الصورة، امتداد الظهر والاستواء. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك، يعني بعض الناس إذا ركع ماذا يصنع؟ يجعل رأسه مرتفعا وبعضهم يجعله منخفضا جدا. نضرب مثال للركوع الصحيح ثم الخاطئ والخاطئ. أما الركوع الصحيح الذي ليس فيه رفع للرأس ولا خفض فهو بهذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل، مع امتداد الظهر والرأس المستوي مع الظهر. أما الخاطئ فهو أن يرفع رأسه الإنسان هكذا، أو أن يخفض رأسه جدا هكذا انخفاضا شديدا حتى كأن ذقنه يضرب في صدره. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي، فقال له كلمات شديدة
تدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له؟ كلمة شديدة على هذا الفعل تراه منتشر، كلمة شديدة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله على محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه. الآن لا زال الحديث، قال: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان إذا أتى وهو جائع يأكل تمرة أو تمرتين والله لن يشبع. أنت تأتي إلى الركوع وإلى السجود وإلى الصلاة وأنت عطش من هموم الدنيا، دار فيها ضيق وهم، ما الذي يريحك إلا الصلاة؟ ما لك إلا الركوع يخفف عنك؟ ما لك إلا السجود؟ اشبع من الركوع، اشبع من الركوع. لذلك والله فعلا يقول عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إخواني، مرة أحد الدعاة يقول: ذهبت أصلي في مسجد فرأيت رجل يصلي، انتهيت من الصلاة فلما رأيته يصلي فإذا صلاته وكأنها تمرين رياضي، حركات سريعة جدا، فذهب إليه، فلما ذهب إليه قال له: أخي أنت صليت؟ قال: أجل. قال: لا أخفيك، والله لو أن صلاتك هذه أهديتها إلي أنا والله ما أقبلها، ما لا أريدها. أنت تقدم الصلاة لربك، أعظم من تناجي وأعظم من تكلم طوال اليوم، لا تقابل أحدا أعظم من الله، فتقدم له صلاة تليق به سبحانه. تدرون كيف كان ركوعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. تخيل القيام والركوع والسجود كل هذه يجعلها قريبة من السواء. فإذا كان يقرأ مثلا صفحة من المصحف مع الفاتحة مع دعاء الاستفتاح، كل هذا في القيام كم يأخذ وقتا؟ 3 دقائق، 5 دقائق، أنا أظن أكثر، لكن 5 دقائق من يركع من الآن دقيقتين فضلا عن 5 دقائق؟ اشبع من الركوع. دعونا نأخذ بعض أذكار الركوع تمهيدا لذلك. أنت ماذا تقول في الركوع؟ تقول: سبحان ربي العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها 3 مرات، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يكررها أكثر من ذلك. التسبيح ما معناه؟ كثير من الناس يسبح الله لكن ما يعرف معنى التسبيح، 40 عاما 50 عاما ما يعرف ما هو التسبيح. لماذا؟ التسبيح له معنى. يقول: إيه التسبيح تعظيم. لا، أنا أريد ما معنى التسبيح. التسبيح تنزيه، تنزيه يعني أن أبعد الله عز وجل عما لا يليق، كل ما لا يليق به سبحانه أبعده عنه. إذا تجد في القرآن عندما ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به حاشاه فإنه يأتي بعد تسبيح. اسمع، قال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. تجد مثلا: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، عطوا بعدها سبحانه. فيأتي التسبيح تنزيه لله عز وجل لأنه عظيم ما ينبغي له. لذلك لاحظ: سبحان ربي إيش الرحيم، لا سبحان ربي العظيم. ولاحظ كيف أنه قال ربي ولم يقل سبحان الرب العظيم، سبحان ربي، لأن الإضافة فيها مزيد من المحبة، مزيد من المشاعر. فتجد يستشعر الإنسان قربه من الله عز وجل بهذه الكلمات التي لها مدلول عظيم. هناك ذكر آخر، والأذكار تتنوع، فمرة تقول هذا الذكر ومرة هذا ومرة الذكر الثالث، وهكذا أذكار متنوعة، ولكن لا تجمع بينها في ركوع واحد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع فيها في ركوع واحد، ولو كان ذاك لنقله الصحابي. قال الذكر الثاني: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح صيغة مبالغة من سبحان،
وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. قدوس أي طاهر، القداسة الطهارة، القدس أي الطهر، والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الملائكة واضحة، الروح قيل ملك عظيم، وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، وقيل خلق لا تراه ملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. أشاهد سبوح قدوس رب الملائكة والروح على من قال أنه جبريل. هذا ذكر وهذا ذكر، سبحان ربي العظيم أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ورد سبحان ربي العظيم وبحمده، صحح الشيخ الألباني. هناك ذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا بعد ما أنزل سورة نصر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعه. أما سبحانك وبحمدك، وبحمدك يعني إنما سبحتك بتوفيق منك لي وهداية وفضل علي. أخواني أريدكم أن تستشعروا معاني الكلمات، لا أن تقرأ هكذا آليا، أريدها أن تكون بمعنى. وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، يعني إنما أنا سبحتك بتوفيق منك وهداية، وإلا أنا لوحدي ما أصلي لهذا، لا بحولي ولا بقوتي. ففيه شكر لله تعالى على هذه النعمة، والاعتراف والتفويض إلى الله تبارك وتعالى. الركوع جميل ويجمل إذا ذكرنا الظاهر، كيف الآن بالباطن؟ نعم، كثير من الناس يخشع بالسجود وفي دعاء القنوت أو عند قراءة القرآن يتحرك قلبه، لكنه لا يستطيع أن يتصور شيئا يحرك الخشوع في الركوع. لو فهم الواحد منا الركوع لعرف مذاقه. سبحان الله، كل إنسان له رغبات وحاجات يومية لا بد أن يشبعها. انتبه معي بماذا تحس أثناء الركوع. كل واحد منا له رغبات وحاجات يشبعها في كل يوم، فإذا أشبعها ارتاح وسكنت نفسه. حاجات مثلا يكون مع أبنائه وأسرته لفترة من اليوم، هذه حاجة. حتى لو دخل وجد أبناءه نائمين يدخل إلى غرفتهم ويقبلهم وهم نيام، لماذا؟ لأنه محتاج لأن يشبع هذه الرغبة، حاجة عنده، حاجة لأن يكون محبوبا، فيرغب في كل يوم أن يسمعه أحدهم كلمة حلوة من أي أحد. حاجة لأن يجلس لوحده أحيانا، حاجة يحتاج أن يكون في المنزل من ينتظره ويشتاق إليها، متى تأتي؟ هذه حاجات. ويرتاح الإنسان فقط إذا أشبع هذه الحاجات، فلربما يجد في نفسه يوما من الأيام توترا، يكون متضايقا، يزعل لأتفه الأسباب، يغضب بسرعة ولا يدري لماذا، لماذا أنا هكذا؟ السبب أخي الكريم أنك لم تشبع حاجة من تلك الحاجات، هذا هو السبب. طيب، أتدرون ما هي أعظم حاجة عندك؟ أعظم حاجة، أتدري ما هي أعطش رغبة في روحك؟ إنها حاجة العبادة، هذه أعطش حاجة عندك. والناس عبدوا كل شيء ليشبعوا هذه الرغبة، أشياء غريبة. أخي الكريم، أنت تحتاج في كل يوم أن تشبع من عبادة إلهك. فكما أن لكل إنسان رغبة أن يعزز بمنصب أو سلطان، فإن له رغبة أيضا أن يتذلل إلى أحد يحبه، يحتاج أن يتذلل، ولو كان من كان من عظيم أو شريف أو كبير، لابد يحتاج أن يتذلل إلى أحده، يحتاج أن يتذلل. وقد كان الناس ينفون من التذلل لبعضهم البعض، فصرفوا حاجات العبادة إلى ما حولهم من المخلوقات، فصاروا يعبدون أي شيء يشبعوا هذه الحاجة. وأنت يجب أن تشبع هذه الحاجة، ولن يشبع منها أحد مع أي إله أبدا إلا مع الله، ولن يرتوي أحد من هذه الحاجة تماما في هذه الصلاة إلا في صلاتنا نحن التي هي حقا عبادة. والركوع يعطيك ذلك، الركوع فيه تذلل عجيب، حتى أن العرب كانت تأنف من الركوع. يقول حكيم بن حزام: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا أخر إلا قائما. يقول أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع، لما في الركوع من تذلل شديد. فأراد حكيم بن حزام أن لا يركع، وأنا واقف أسجد على طول. ولهذا إذا ركعت فأشبع نفسك تماما حتى ترتوي. أنت محتاج للعبادة، أن تعبد لكي تشبع حاجاتك حتى لا تتوتر بعد ذلك. الركوع يعطيك ذلك، إذا ركعت استشعر شيئا من ذلك، لا شك أنه سيصبح للركوع طعم آخر.
قل سبحان ربي، لاحظ كلمة ربي، الله هو الذي رباك تربية، ما رباك إياها لا والدك ولا والدتك ولا غيرهما. هذا الثوب الذي عليك الله هو الذي وضعه على كتفك، أخلاقك الطيبة هذه الله الذي رباك فزرعها فيك، وإلا فليس لك من الأمر شيء. وجهك الذي ليس مشوها ولا محترقا وليس بدمين، من الذي رباه لك؟ من الذي ربى هذا الوجه لك طوال هذه السنوات منذ أن كنت طفلا حتى صار بهذا الشكل؟ الله سبحانه وتعالى رباك أحسن تربية. انظر كيف أن البعض يدافع عمن يحب، فأنت كذلك تقول سبحان ربي، تدافع عن ربك. التسبيح تنزيه كما ذكرنا، يعني هذا ربي منزه، أبعد عن كل نقائص، ما أرضى عليه أن يمس بكلمة ولا بلفظة، سبحان ربي ما أرضى أن يعصيه أحد. في كل يوم أسبحه فأقول سبحان ربي، والرب هو السيد المطاع الرازق المتكفل. يعني مثل ما أن الأسرة متكفل يحضر حاجاتها يسمى رب الأسرة، فأنت ربي، أنت ربي الذي تتكفل بي لتعطيني حاجاتي، حاجاتي من يعطيني إياها غيرك؟ آمالي لي آمال عندك، والتي سوف تذكرها بعد ذلك في الركوع. فأنت تعظم الرب أولا، تستشعر كأن قلبك يقول له أنت عظيم، أنت العظيم، كأن قلبك يقول هذا، وألفاظك ألفاظ شرعية نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبحان ربي العظيم. يقول ابن القيم في شفاء العليل: يرجع جاثيا ظهره، يعني المصلي يرجع جاثيا ظهره خضوعا لعظمته سبحانه وتذللا لعزته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، وقابل تلك العظمة بذلك الذل. وعليه أن يقابل الانحناء والخضوع، وأن يقيم ذلك الأمر على أتمه. قد طأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه سبحانه. يقول ابن القيم: فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ما أحلى كلامك يا ابن القيم. من عرف الله عظم الله بقلبه، فكلما امتلأ القلب محبة بالله امتلأ تعظيما، حتى أن القلب يصل إلى أن يعظم كل ما يحب الله عز وجل، كل شيء يحب الله عز وجل أنا أعظمه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول ابن القيم: وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، ويتضاءل المصلي ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء أمام تلك العظمة. هذه كلها استعدادات للسجود الذي هو محل الدعاء، وإلا فالركوع لا دعاء فيه بل فقط تعظيم وتسبيح. يقول ابن القيم في شفاء العليل: وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود وكالتوطئة، يعني التمهيد له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل. وإذا استشعرت هذا كل يوم أكثر من 17 مرة، أنا عندنا 17 ركعة في اليوم هذا الفريضة، لابد أن تزيد محبتك لله، سوف تحبه أكثر، لابد. وإذا أحببته أكثر فتأكد أن الله أكرم منك بكثير، فإذا أحببته فسوف يحبك أكثر مما أحببته. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تعرفون الحديث. وتخيل أنك تخرج من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، تخيل، فإذا الله قد أحبك، من الذي يمكن له أن يضرك؟ من يمكن أن يؤذيك؟ أصلا ماذا تريد من الخلق إذ أنت تمسي وتصبح والخالق يحبك؟ ولهذا فقد كان السلف رحمة الله عليهم يطيلون هذا الركن شديدا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في قيامه ما يقارب الخمسة أجزاء. تخيلوا، يصلي مع أحد الصحابة فيقرأ ما يقارب الخمسة أجزاء، ثم يركع ركوعا مدته قريبا من مدة قيامه. كم تأخذ وقتا حتى تقرأ خمسة أجزاء؟ عن مسلم المكي قال: ركع ابن الزبير يوما ركعة. يعني كان هذا مسلم جالس وعبد الله بن الزبير يصلي، يقول فركع ركعة، يقول: فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
وما رفع رأسه. قصة جميلة ذكرها ابن الجوزي في صفوة الصفوة، يقول أبو مالك العابد صلى نهاره أجمع، أحد العباد اسمه أبو مالك، يقول صلى نهاره أجمع يعني طوال النهار يصلي، قال وليله أيضا، حتى وصل إلى مرحلة يقول بقي راكعا لا يقدر أن يسجد، فلما انتهى رفع رأسه إلى السماء ثم قال قرة عيني، تقر عيني بهذه العبادة، ثم خر ساجدا. يقول فسمعته، يقولون فسمعناه يقوله ساجد إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك، كيف ابتعدت قلوب الخليقة عنك، يقصد يعني كيف ما يذوقون هذه اللذة كلها، إلهي كيف عزفت قلوب الخليقة عنك. والله من عرف طعم الركوع عرف أن الأمر أعظم مما تتصورون وأعظم ما تتخيلون. أسأل الله أن يذيقنا لذته الرفع من الركوع. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويضع يده على صدره كما وضعها قبل الركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا موضع من الصلاة. طبعا لا يمكن أن نطبق هذه سنة في الركوع أو الجلوس أو بين السجدتين أو في السجود، لأن اليد هناك يكون لها مكانها الخاص، ولو أنزلها على قول بعض أهل العلم فلا بأس إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم المسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه وحتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني الإنسان يكون راكعا ثم بعد ذلك يرفع سمع الله لمن حمده فيضع اليد على الصدر، سمع الله لمن حمده يقولها في طريقه، لا يقولها وهو راكع ولا يقولها عندما يستوي قائما وإنما في طريقه، فإذا رفع رأسه استوى ووضع اليد على الصدر كما كانت قبل الركوع حتى يعود كل فقار مكانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، بل أكثر من هذا، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. كثير من الناس إذا رفع فمن أسرع المواضع في صلاته عندما يرفع من الركوع، فإنه لا يكاد يستقر، يرفع هكذا ثم الله أكبر، وهذا لا يصح، بل على الإنسان إذا رفع أن يستقر ويقف حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، أما أن يرجع ثم يرتفع مرة أخرى فهذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، والركوع كما تقدم يكون مثل القيام، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، يعني يرفع بعد الركوع ربنا لك الحمد ويقول الأذكار، يجلس حتى يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، وهو لم ينسى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة ذكرناها في تكبيرة الإحرام، إما عند المنكب وإما عند فروع الأذنين، ويقول وهو قائم، احنا قلنا في الطريق تقول سمع الله لمن حمده، اذا استقريت ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، انتبه هناك ذكر اخر يقوله النبي عليه الصلاه والسلام ربنا ولك الحمد، مره يقول هذا ومره يقول هذا، وتاره يضيف الى هذين اللفظين لفظ اللهم، يعني ربنا لك الحمد احيانا، ربنا ولك الحمد أحيانا أخرى، أحيانا يضيف إليهما اللهم، فتصبح اللهم لك الحمد أو اللهم ولك الحمد، فالمجموع أربعة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أي واحدة أقول؟ كما اتفقنا ننوع في كل مرة نذكر صفة من الصفات، في كل مرة ننوع بين الأفعال، لماذا؟ حتى يصبح القلب حاضر. طيب ننتقل إلى الذي تليها، حيث أنه كان يزيد أحيانا
ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اللفظ قاله رجل كان في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ من الذي قال هذه الكلمات؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا لئن ذكرناه. فقال رجل: أنا يا رسول الله. تدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. أهل العلم حسبوا هذه الكلمات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، قالوا فوجدوا أن عدد حروفها يساوي 34 ملك. ما هو الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهو يختلف عن الشكر، لأن كثير من الناس يظن أن الحمد هو الشكر، وهذا خطأ، فإن بينهما فرقا. الشكر يكون مقابل نعمة، إن أنعم عليك أحدهم شكرت. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد يكون مقابل نعمة، ويزيد على ذلك أنه يكون للوصف الجميل من الصفات. يعني الحمد مقابل نعمة، ولمعنى آخر هو إيش؟ وصف الجميل من الصفات يكون فيه الحمد. أما الشكر ما يكون إلا مقابل نعمة. يعني مثال: مدحوا لك أخلاق زيد، أخلاقه طيبة، ماذا ستقول؟ تقول: زيد أخلاقه مشكورة؟ لا، ما في مقابل نعمة. تقول: زيد أخلاقه حميدة. لكن لو قال لك: زيد أحضر لك هدية، هنا تشكره. الشكر مقابل نعمة. الحمد يكون مقابل نعمة ممكن، ويكون أيضا بدون مقابل نعمة. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد، يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد أو لك الحمد أو اللهم ذكرناه في السابق، يقول: ملء السماوات، ملء السماوات حمد، والسماوات العالم العلوي، وملء الأرض، الأرض العالم السفلي، وملء ما بينهما، الله أكبر، يعني الفضاء الذي بينهما. هل بإمكانكم أن تتخيلوا كم هي هذه الكمية؟ هل بإمكانكم أن يقع في بالكم كم ملأنا من الحمد الآن؟ ملء السماوات، وهل السماء صغيرة؟ إذا ملأناها فهذا أمر عظيم. فملأ الأرض أمر عظيم، ما بينهما؟ والنص يقول: ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد. غير السماوات الأرض، فهل يوجد شيء آخر غير السماوات غير الأرض؟ عالم الملكوت لا يمكن لعقل أن يحيط به، وهذا الذي جاءتنا به النصوص. ولم يقل ملأ السماوات وملأ الأرض، بل ملأ ما وراء ذلك، وملأ ما شئت من شيء بعد. يقول أهل العلم: كالكرسي والعرش وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. وفي هذا اللفظ إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد، ملأ ما شئت من شيء بعد. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمده ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما، ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة، ملأ ما شئت من شيء بعد، لأنه لم يثني أحد على الله بما يستحقه الله فعلا إلا واحد. أبدا ما في أحد أثنى على الله بما يستحقه الله عز وجل ثناء يستحقه الله إلا واحد فقط. من هو؟ هو الله نفسه عندما أثنى على نفسه. وإلا فكل من أثنى عليه سبحانه فإنه وإن كان محسنا بثنائه إلا أنه غير مكافئ له. أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمها ملك مقرب، له أوصاف لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأسماء ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. تخيل، يقول شيخ الإسلام تيمية: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ونعمه لا تدوم عليك، بل لابد أن يودعك ويقطع عنك النعم، ويمكنك أن تستغني عنه أيضا. يقول شيخ الإسلام: والله عز وجل لا يمكنك أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه، فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. لماذا لا نكبر هنا؟ نقول: سمع الله لمن حمده. لماذا؟ اسمع، لأن الركوع والرفع من الركوع إنما هو مقدمة للسجود. ألم تعلم أن السجود موضع الدعاء، ويكون فيه أيضا دعاء مستجابا؟
بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الدعاء في هذا الموضع. طيب ما علاقة هذا بالرفع؟ أنت ماذا تقول عندما ترفع؟ ما تقول الله أكبر هنا فقط، ما تقول الله أكبر، ما تقول، تقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله للذي يحمده. فإذا حمدت الله عز وجل استجاب لك، تقول ربنا ولك الحمد، استجاب الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، ثم تدعو. فجعل الثناء مقدمة للدعاء لكي يستجاب، كمان الفاتحة أولها حمد وثناء لكي يستجاب الدعاء العظيم في الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. فكذلك فإن الملوك قبل أن تطلب منهم يجب أن تثني عليهم، ولهذا يثني العبد على الله بما هو أهله، ثم إذا انتهى يسجد ليطلب ويدعو، وكأنه يقال له تمنى، يعظم الله في الركوع، يرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات، تحمد تحمد. لماذا؟ مقدمة وثناء الدعاء اللي سوف يكون. فما أحلى هذه الصلاة التي رتبها الله ترتيبا عجيبا لا يمكن يؤتى بمثله. تمتعوا بالصلاة، نلقاكم إن شاء الله الحلقة القادمة.